كثير منيح ابني، بتصرفك هات اثبتت لي انك ابن ابوك، انا فخور فيك. هيك بيكون الابن المرضي. مثل ابني البطل، ما نميت. يلا. شوفي يا امي، انا جبت هديك البنت معي مثل ما وعدتك، ومن بعد هلا هي رح تكون تحت امرك وتنفذ اوامرك. يلا بسرعة. عود ارتاح بابا. ليش واقفين عندكن وما عم تعملوا شي؟ بسرعة جهزوا لنستقبل العروس، تحركوا. مهيندرا، روحوا شوف لي وين اختفى هداك المصور وخليه يجي لهون بسرعة. يلا بدي اياه بسرعة. امي استاذ. ليك يا انا اجيت. تعالي بسرعة، خليك عندك، واقف هنيك هيك منيح. انا بدي منك تصور فيديو كتير حلو ومرتب. نسوان قريتنا صاروا عم يطالبوا بحقوقهم وبالمساواة، وكأنهم هن بيعرفوا شي عن حقوق المرأة. وأنا بدي منك تصور كيف أنا رح خرب أحلامهم السخيفة. واسمعني، بدي منك تسجل بكي وصريخ هاي البنت هلأ. لازم الفيديو يكون واضح، وبس تخلص من تسجيله بعت لي إياه. وإذا ما عملت كل شي عم قلك عليه ما رح أرحمك أبداً. رح صور اللي بدك إياه وبعت لك التسجيل. شو صار لك؟ قولي شو اللي صار. كنت كتير مبسوطة بهداك اليوم وقت اجت الشرطة وأخذوا ساركار على السجن قدام الكل. استني وشوفي، هلأ أنا رح خليكي تدفعي